هل يعطي الأطفال الكثير من الوقت على الأجهزة الإلكترونية في غير وقت التعلم من بعد؟ توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الأطفال يقضون ساعتان فقط يومياً أمام الشاشات، ويمكنك تعليم الأطفال القبول جواب لا لما يطلبون منك وقت الشاشة. أولاً، ينبغي تعليم الأطفال طريقاً مناسباً للطلب منك وقت الشاشة، وينبغي تعليم الأطفال أن يقولوا هل لي وقت الشاشة؟ وينبغي الممارسة عن طريق إعطاء الوصول إلى وقت الشاشة لما يطلب الطفل بشكل مناسب. ومن المهم تقديم الثناء لسلوك الطفل عندما يطلب بشكل مناسب. وستتعلم في الفيديو القادم كيف يمكنك تعليم طفلك قبول جواب لا لما يطلب منك وقت الشاشة.